تزداد وتشتعل بين مرشح رئاسة المحتملين، ويتقدم المرشح ربيع رجائي بقوة باعتباره أحد أقطاب المعارضة في العهد البائد، في الوقت الذي يقف له مرشح التيار الديني حاتم أبو سويلم بالمرصاد. أنت لسه قاعد بتتفرج على التلفزيون؟ أنت لازم، إحنا عندنا ميعاد مهم قوي في الحملة وكمان لسه ما لبستش. أنا مش عارفة يا أخي أنت جايب برود الأعصاب ده كله منين؟ برود إيه وبتاع إيه؟ الميعاد لسه عليه 3 ساعات. أنا شفت البرنامج ده إمبارح. على فكرة بقى أبو سويلم ده دافع لهم ودافع لهم كويس قوي، وأنا قلت لك بس أنت ما بتسمعش الكلام. بقول لك إيه يا ربيع، أنا لازم أشوف حد من بتوع الإعلام يبقى في ظهرك ويظبطك. يوه إحنا هنعيده تاني. أنا قايم ألبس أهو. وعملت طيب، بس يلا عشان ما تأخرش بقى. هي عارفة فين؟ أوه هو ده وقت عفة دلوقتي؟ ما تيلا يا ربيع هنتأخر على الميعاد. أنا بقى لي أسبوع ما شفتهاش. هتكون فين يعني؟ في أوضتها، هي بتصحى دلوقتي. يلا هنتأخر يا ربيع. يا نهار اسود، انا مش فاكر حاجه خالص. انا اخر حاجه فاكرها عمي حافظ والبار. هدي البنطلون. جيب البنطلون. انا ما اعرفش يا حبيبي غير اني لقيت واحده بتكلمني وبتقولي ان انت مرمي في الشارع، وانا عشان بحبك وبموت فيك وقلبي ابيض مش زيك جريت على ملا وشي لقيتك مرمي في الطرق، شلتك وجبتك هنا. ومين الواحده دي؟ ما اعرفش، بس اكيد واحده عندها ذوق قلبها بيحس. اختارت اكتر واحده بتحبك ومش هتسيبك ولا تبيعك حتى لو في اخر الدنيا. هو ده اللي مجنني. اشمعنى كلمتك انت بالذات؟ مش يمكن عشان اخر نمره على موبايلك؟ ولا انت مش واخد بالك اني كلمتك مليون مره وانت ما ردتش عليا؟ طب فين موبايلي؟ موبايلك اكيد اتسرق زي ما اتسرق منك حاجات تانية. هما سرقوا ايه تاني؟ تعالي يا محمد، تعالي يا محمد، تعالي بس ابعيني يا محمد، تتعبي من ورايا فاكرها هتخين عليا وشرف اهلي يا خالي جزتي بتش الدم يا محمد. تعالي يا محمد، هتروحي منك ايه؟ 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 هتروحي بره في الحاره عشان صوتي بره. حرام عليك يا خصيصه، انا برضه باريزه. حرام عليك. وايه يعني باريزه؟ رخيصه وما لهاش قيمه وكانت هتبيعها. توبه والنبي توبه، اعتقلي والنبي. انت عارفه عامله زي اللي انت عملتيها دي توصلنا لفين ولا مش عارفه؟ لا مش عارفه. حرام عليك والله العظيم، انا ما عملت حاجه. الراجل كان هيموت في ايدي وقلت اكلم اي حد من الحيطه عشان يغيطه. حرام عليك. ممكن هيموت؟ اه والله. من ورايا! مش راجل من ورايا! انت مش راجل من ورايا يا بنت الكلب! اول واخر مره، اول واخر مره، والمصحف شايف. بص يا باريزا، الخلوص الاول عنده ملوش تاني، والغلطه فورا. وخدي بقى ختم خلوص على جتتك. ده انا اتبفضت على الاخر، مفيش حتى في الجيب مفاتيح العربيه مش لاقيها. انا لقيتك زي ما انت كده، لا مفاتيح ولا عربيه، شلتك هنا بينك وعلى بيتي. تقومي تجيبيني لغاية هنا، تقومي تجيبيني لغاية هنا، ده انتوا بيتكم مترشح حراس، دخلتيني ازاي؟ ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش خواف كده. ايه أول مرة؟ ايه؟ ما احنا ياما يا ست سيبيني في حالي بقى، سيبيني في حالي بقى، ممكن زي ما دخلتيني من هنا تخرجيني من هنا، أنا مش ناقص مشاكل. هو بذمتك أنا ينفع أسيبك بعد ما ظروف جامعتنا تاني؟ كنت عايز تتجوز وتسيبني يا سي عمر. إيه بنت السقعية دي؟ إيه بنت السقعية اللي أنت فيها دي؟ وديني يا ستي الجوازه اتنيلت باظت، ممكن بقى تتنيلي تخليني اخرج من هنا عشان ما يتنيلش حد يشوفنا. ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش كده. وبقيت كده، ربنا عايزني كده. اكفاري واعترضي بقى يا عفه. يا نهار اسود بابي. رئيس. لسه يا اخي ما بقاش رئيس. بس محتمل يا اختي، محتمل. يا اختي صح يا بنتي. لحظه يا بابي جاي. رايح فين يا ابني انت؟ بابي. حاضر يا بابي. يا عمر تريح فين يا توبة؟ يا بابي حاضر. ماشي صح يا
ازيك؟ ايه يا حبيبتي، ايه كنت بتعمل ايه؟ ما بعملش، بس انا كنت داخله اخد شاور بس. طمنيني عليك، عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله، كله تمام يا بابا. انت اخبارك ايه يا ابو الشغل ايه؟ مال وشك كده؟ لا بس يمكن عشان لسه صاحيه. مش حبيبي ربيع، انا مش عارف، احنا عندنا ميعاد متاخرين. يلا بقى انت يا ابني، انت سيب، هذا طبعي. عمر خد بالك هتقع. بتقولي ايه؟ شربوا كاس؟ ايوان، والكاس جر كاس لحد ما بقت ازايز، والطوبه بتاعت اخوكي بقت فيشنج وراحت مع اللي راحوا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا عم. انا كان مخي فين لما وافقت ان هو يقعد معانا. انا طول عمري عارفه انه قص فساد، وعارفه ان هو اللي هيبوظ عمر. يا مهدتي. بالراحه يا بيبي على نفسك شويه، مش كل حاجه تاخديها على اعصابك كده. ورقي كده حبتين. اورق هو انا القانون جالي من شويه قال ورقي. يعني بص، احنا نطمن على عمر الاول، بعد كده حلها الف حلال. تاكل ايس كريم؟ ايس كريم يا برده؟ ايس كريم ايه يا برده؟ وبعدين فعلا في موضوع اخوكي ده لحد دلوقتي ما جاش. اسمعي، انا هبلغ عنه البوليس، غيابه ده مش طبيعي. بوليس ايه؟ بقول لك شربوا مع بعض ازايز، ده غير الضرب اللي ضربوها مع بعض. يعني اخوك دلوقتي خلاص زمنه بقى مدمن. عايزه تسلميه؟ تقولي على اخوكي مدمن؟ تقولي على الدكتور عمر مدمن؟ وانا مالي؟ ما تروحي تشطري على الديلر بتاعه. عندك حق والله، اللي انا موريك يا عم. لا ايه ده؟ عم حافظ يا نهار اسود. يا عم حافظ بدل ما تقف جنب ابن اخوك وتساعده على التوبه، بدل ما تديله كاس وتعمل فيها ابليس وتخلي الواد يجيب البلاوي السودا دي كلها وراه واحنا مش عارفين اخرتها ايه. البنت الزبه دي فتانه كدابه، انا ما قلتلهاش حاجه، انت عايزه تخرب البيت. انا بريء. بريء؟ افتح. بقولك افتح الباب يا عمي، افتح. مش فاتح. يا نهار اسود. انا هنا. انت هنا عمي؟ افتح الباب، ولا الف باب هيحجزني بيني وبينك لحد ما اعرف عملت ايه في الوقت. وانا مالي؟ واخوك صغير نخه، ده دكتور قد الدنيا، ولو ما كانش له مزاج يشرب ما كانش شرب، انا ما ضربتوش على ايده. وبعدين يعني هو انا كنت في ايده؟ طب افتح الباب يا عمي، افتح الباب. مش فاتح. ايوه مش فاتح. انا عارف لو الباب اتفتح هيحصل ايه، عشان كده عمي. معلش يا بيلي زي بنتي، كل اول وله اخر. انا تعبت قوي يا عم ايوب، كفايه قوي اللي انا شايلاه من نعشك سكينه بالسكك ومرمطه الشوارع. انا جدتي مش متحمله ضرب. وانت ايه بس يا بنتي اللي رماكي على الشغلانه دي؟ يا عم ايوب ده روح، انا خفت الواد يا اخويا يروح مني ولا يجرى له حاجه، قلت الحقه واحنا في السليم، والواد ما كانش حاسس بحاجه ولا حد يعرفنا. وانت مالك؟ ما انت كل نوبه بتعملي اللي عليكي وزياده وبتخلعي وبتسيبي خلوصي هو اللي يتصرف. ما هي اخويا كان عامل زي البليله محشيه لوز، فلوس ومحمول وعربيه وياما في الجراب. بس 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 يا بت، جراش له ودان. حاسس في نفسيتي يا عم ايوب ان مفيش ولا حد من اللي انا استنجدت بيهم حاول حتى يمديلي ايده. الناس معذوره يا بنتي، الخوف بيشيل اللسان ويلجم الايد ويحني الظهر. اوعي جرح يا عم ايوب، بعد ما احكي لك همي واشكي لك همي وانت عمال تنضفني زيد الذمه، خلاص الفانوس اهو. خلاص يا بنتي معلش، العتب على النظر، مع ان النضاره معايا والله بس ما بشوفش بيها حاجه. يا اخويا ما تروح لدكتور، يدوك يديك مرهم ولا يديك قطر عينك دي. يوه، كعوب اتنحلت من لفه على الدكاتره، وعشان نظري يرجع زي ما كان لازم له شيء وشويات، فقلت يا تاخدها من قصيره، اللي فاضل في العمر يكفي شويه النظر اللي عندي، وانا عندي نظر برضه. ربنا يديك الصحه يا عم ايوب. يلا بينا يا بنتي كمل شغلنا. يلا. يا بنت كريم يا رب. ألف سلام عليك يا ابني حبيبي، طمني. أنت بخير؟ الحمد لله بس دماغي قد كده يا تينا. يومين
يومين يا عمر لا حس ولا خبر. ده انا كنت هتجنن، ده انا شويه شويه كنت هجيب منادي انادي عليك في الشوارع. يومين حبيبتي. يومين يا عمر خدي امورك وبطلع. ايه اللي حصل؟ خدي يا سلام. اشرب يا حبيبي. الف هنا وشفا، الف هنا وشفا. كنت عايزه ابلغ البوليس بس انا امنتك. عمر لا 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 لا، وشك مصفر ودبلان وخاسس وهدومك متبهدله. ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ احكي لي اللي حصل ولا يتقال ولا يتحكي يا دينا. يعني ايه؟ انت رجعت للشقاوه تاني يا دكتور ولا ايه؟ اصبري بقى يا ست، خليه يحكي لنا الحكايه. احكي يا دكتور. خلاص يا ست خلاص والنبي. امشي يا بنت امشي. احكي لنا يا عمر يا حبيبي، انت رجعت للشقاوه تاني؟ قصدي احكي لنا، احكي لنا، عايزين نفهم، عايزين نفهم يعني. يا تيدي انا نفسي مش فاهم اللي حصل ولا فاهم اي حاجه. كل اللي فاكره الكاس وده والراجل ده. اهو اهو كلمه الحق اتقالت. يعني انا ما عنديش فكره عن اي حاجه ولا حتى اعرف كان فين. اي خدمه تانية يا ستي؟ وعيدك خلينا اطمن على حبيبي. انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس يا عمي. عملت فيه ايه؟ زن شيطانك عمل فيه ايه؟ ما عملش حاجه، حتى اسال الشيطان. انا كنت قاعد في البار مع نفسي. ايوه لقيته هوب دخل عليا وحاله قرب. قلت اخفف عنه شويه، انا سيب بكاسين. قال لا الشرب حرام. بعد ما شرب الكاسين راح مطلع نقله مخدرات من جيبه، شدينا فرع. النمل كتر كتر. خلصت. فرع شروم؟ شفتي؟ يعني كان ليا حق اما قلت لك بلاش تبلغي البوليس. صح صح صح، النمل والفرع. بعد كده بقى حصل ايه؟ حصل ايه؟ ما انا كان مغمى عليا، بس فوقوني فوقوني. اول ما فوقوني قلت اجري عشان الهويس اتفتح. قلت له اضرب يا عبد الهادي. عبد الهادي؟ اضرب يا عبد الهادي، خدوت يا عبد الهادي. اضرب يا عبد الهادي. تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. اهلا اهلا. كل ما اقول لحد بريزه فكه يبص لي ويتنح. هو ايه اصله ده؟ كاني بتكلم لويندي ولا اوغندي. يا اخويا مالك متلبش كده ليه؟ ما تفك حبه. اصل الحته دي مقطوعه وانا خايف حد يثبتنا. ويا اخويا لما بتخاف كنت بتلغي ليه ان شاء الله؟ ولا تكونش باخدني؟ يا لهوي مين ده؟ عمي يطلع بسرعه بقى في المفاجاه دي. حلوه يا ولاد الكلب، انت كنت فاكرها حفله ولا ايه؟ حفله. اطلع بسرعه يا عسل. ايه ده؟ وده كل اللي حصل، وده كل اللي انا فاكره. اخس عليك يا عمر، كنت فاكراني غاليه عندك قوي، وخصوصا بعد ما حلفت بحياتي انك مش هترجع للسكه دي تاني ابدا. بس هقول ايه؟ يا خساره. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا تبت. انتوا ليه مش مصدقيني؟ هو انا من الكفار ولا شايفيني بقرون حمراء؟ عمر. نعم. اول ما عرفت ان انا ست معيوبه وما بخلفش طلبت طلاق من جوزي، وقلت بكرامتي كده بدل ما في يوم من الايام الاقي نفسي مرميه في الشارع. ساعتها رجعت لكم واتلهيت فيكم في مشاكلكم وفي تربيتك، تربيتك انت واختك. كل ما ابص في وشك وفي وش اختك اقول الحمد لله ربنا قطع من هنا وبيوصل هنا. خصوصا انت يا عمر، كل ما ببص في وشك بحس انك ابن بكري اللي انا ما خلفتهوش. عرفت ليه انا بحبك قوي وبخاف عليك قد ايه؟ والله العظيم انا مقدر كل ده وحاسس بيكي قوي، بس انت لازم تصدقيني. اصدقك ازاي؟ اصدقك ازاي وانا قلبي موجوع عليك؟ تروح تضرب ازازه مش عارف ايه وفرع ما ادريك ايه، وتتوه وتتسرق فلوسك وعربيتك، واليوم اللي سقط منك وانا مش عارفه ايه اللي حصل لك فيه وانت مش داريان يا عمر. ولا حاجه ان شاء الله. هيكون حصل ايه يعني يا حبيبتي؟ هيكون حصل ايه يعني؟ ولا حاجه. وبعدين ده اختبار. والله اكيد اختبار. هي الجوازه دي ما كانتش مريحاني من الاول، وانا قلت لك
يعني انا كنت غصبتك عليها؟ لا بصراحه لا، مش عارف الهكسات دي كلها جايه لي منين. نعم والمصحف تبت، والله العظيم تبت. انت ليه برضو مش عايزه تصدقيني؟ هصدقك هصدقك، يلا ركز في شغلك عشان ما بقاش موت وخرب ديار. طيب تسامى. ايوه كده، ايوه يا تينا بقى، ايوه كده. بس انا مش هرتاح لما اعرف يوم الجمعه ده راح فين. قلت ايه ونط من فوق السور والكلام جريت ورا ما لقيتش منه اي حاجه. يا بنت الايه ده انت قادره؟ يا ستي طقايه الجنان. بقول لك ايه بقى، ولما بابي سمع الصوت جوه عمال يقول لي ايه الصوت ده، ايه الصوت ده يا عارفه؟ كنت هموت. انت عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه، مت من الضحك طبعا. مت من الضحك؟ انت بتخافيش ابدا؟ يا ستي اخاف من ايه؟ ما تركزيش. بقول لك ايه؟ قولي. وبات الليله معاكي طول الليل في حضن طياره؟ بس احنا في المكان، انت مجنونه رسمي بس. يا ستي حبه جنان لزوم العيشه، خدنا ايه يعني من العقل؟ هو لوس شويه ضيع. معقول يا دكتور الناس خللت من كتر الانتظار وما بقتش عارفه اقول لهم ايه؟ اسمعيني كويس يا حنان وركزي معايا. خير؟ انا فرحي فرح. انا كان يوم ايه؟ كان يوم ايه؟ كان يوم الخميس. الخميس صح، ما انا قلت لك انه الخميس، فاحنا عارفين انه الخميس. حلو قوي. انا بقى دايخ على يوم الجمعه لاني صحيت لقيت نفسي السبت. مالك يا دكتور؟ هو حضرتك تعبان؟ يا حنان ركزي مع الدكتور شويه، في يوم وقع منه يمكن لقيتيه ولا حاجه. لقيته ايه انت كمان؟ انت بتهزر، احنا بندور على المفتاح ضايع. يا صلاح خلاص ما لقيتوش. ركزي معايا يا حنان، ركزي معايا. انا مثلا كلمتك في اليوم ده مثلا لا جيت العيادة مثلا ولا جيت العيادة فتحنا العيادة مثلا. اصلا الجمعة اجازة. طب ما انا عارف ان الجمعة اجازة، انا كل ما اكلم حد يقول لي الجمعة اجازة. طب ما ندور في حتة تانية يا دكتور. مش طلع بره يا اخي، بره يا اخي بره. ركز يا حنان. بره. ولا جيت لي خالص الجمعة ده؟ ابدا. طب اطلع بره. حد انت هتفضلي حتة لحمة مرمية لكلاب السكك اللي ما بتشبعش. وانت هتبقي البانة ببق كل عيل ياخد منها حلاوتها وتفها تحت رجليه. لحد امتى
انت الدنيا هتفضل تفك فيك. لازمة وعايش براحتك انت. انا حاسس ان انا مكان الرحراحة. بس اللي مجننا قبطان انت ليه رابط روحك بيهم لغاية دلوقتي؟ نم نفسك بدل ما تتداري هنا وتتداوى. ده اللي حدتي وبنتك الاصلية مش ابن بلد ولا اه طبعا طبعا طبعا. بس انا بصراحة ببقى فرحان وانا جاي هنا. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت اللي بتسوق وانا برتاح. احضر اتفضل يا صلاح بيه. ماشي اتفضل يا صلاح بيه. اتفضلك اتفضل يا دكتور. اتفضل يا قبطان. وحياة أمك لكون عاملة عليك فتة ومفرقعة الغلابة يا أبو دراجي يا أبو الشمامة. نزل إيدي. ابعد عينك عن علي. أنا على ست مدهن عليا. طب خدي يلا. أمال أنت اللي تمد إيدك على واحدة ست؟ الغباوة دي زمرجان. اه وانت برضو يا سيد ركز معانا. يوم الفرح يوم الفرح كان يوم ايه؟ مدام فرح يبقى يوم الخميس. احنا عارفين يا ابني يوم الخميس كان فزورة. ما انا عارف ان الخميس. انا بقى صحيت لقيت نفسي السبت. اه الجمعة بقى الجمعة اللي بتوينهم ده راح فين؟ ايوه راح فين؟ راح فين؟ بس لقيتها الجمعه اجازه. ايه الغباوه اللي انا وقعت في وسطيها دي؟ يا ما احنا عارفين ان الجمعه اجازه. ايه كده انت كده ركزت؟ ما تركز معايا يا مرجان. ركز اهو. احنا عارفين ان الجمعه اجازه. انا في يوم وقع مني بدور عليه في وسط الاسبوع مش لاقيه. انت دوست ايه اللي لقيتها عدم المؤاخذه؟ دوست اللي لقيت الفرح؟ اه البتاع اللي كان في سلوفانة شفافة ده الأخضر شبه البانجو ده. أيوة مشروب كيف الألاجة والمنجاها والأباء. آه 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 ده جابهولنا واحد مجبر وزايا حبابنا زيك تاني. هو ده مصيبة سودة. ده أنا خدته من هنا ودماغي فيمت وعيني عكوسات وبيتش فاهم أي حاجة خالص. ويوم الجمعة مال الجمعة يا حبيبي؟ أنا أقول يا بنت الجمعة مال؟ هو عيد يا بنت بغض النظر. بغض النظر اهو ليه؟ تغد البصر. قول لي يوم الجمعه راح فين؟ ازاي ده ابو ايه؟ قلك في ايه؟ انت اخويا ودي اختي. يا ريت لو المصحف اختي اهو. طول عمرك فهيم يا قضبان. هي كده دماغ زباله تخليك تقتل القتيل وما انتش حاسس وتقوم ييح زي اهل الكهف. هي اهل الكهف اللي انا وقعت في وسطيهم. محدش فاهم حاجة. الله الله مالك يا غزال؟ الغزال اتكسر كمان ولا ايه؟ بس كده يا رحمك لسه احرق دوائي. معلش معلش انا جايب لك لقمة. ايه بقى تقوم بيها عضل؟ بطلي بقى جو النكد والعياط ده. حبة لحمة راس مربطوني يا خلوص. معلش كلاب السكك ياما. وبعدين برزرز اللي نفسه في العسل يستحمل قرص نحله بقى ولا ايه؟ ولا حتى اخدوا ما شاء الله اللي كانت في رقبتي. اخدوا ما شاء الله؟ مش هيتهنوا بيها. الحرام ما بيدومش. اساليني انا. بقول لك ايه؟ ارزعينا بقى اتنين ابو نعناع كده يساعدونا في هضم الاكله دي. يلا. انا مش نازله شغل تاني. صح عندك حق ومليون صح. بس الجملة دي ناقصها كمالة. كمالة؟ اه. كمالة ايه؟ هقول لك انا بقى يا اختي، انت مش نازلة الشغل تاني لوحدك، ورجلي على رجلك. يا اخويا ما تكتب فيا ثواب وتشغلني في اي بيت من البيوت،
شغل البيوت انضف واحسن، اهم اربع حيطان يلموا لحمي من كلاب السكك الشمامه. يا غايبه غايبه والله. الشقه اللي بتتكلمي عليها دي الحكومه معاها مفاتيحها، اول ما بتزنقوا يفتحوا ويقشلوا فيها ويعملوا الليله. انما شغل السريحه بتاعنا ده صلاه النبي، ده اعمال حره بصحيح، ولا تبقي مجبوره المعلمه ولا تبقي تحت عين حكومه. ما ترزعينا بقى ابو نعناع. ما تيجي ناكل لحمه الراس قبل ما تبر. انا بقول كده برضو. كويس انك هنا يا دكتور غازي عشان تشهد. مالك يا دكتور؟ في حد مضايقك؟ يشهد عليا يا دكتور لو سمحتي فسري كلامك. ازاي ابقى كاتبه امبارح تقرير عن طفل دخل الحضانه بازمه حساسيه على صدره ومحتاج رعايه مش اقل من اسبوع، وتيجي المستشفى تخرجه تاني يوم وتعرض حياته للخطر؟ طب اهدي بس يا دكتوره، ما يمكن اهله هم اللي طالبين كده. اهله واقفين عند الحسابات يا دكتور بيعيطوا بيعيطوا بالدموع علشان الطفل ما يخرجش، ناقص يخلعوا هدومهم. دكتوره صفوه، هل حصل قبل كده ان المستشفى دي اثرت معاكي في مرتبك؟ من فضلك يا دكتور عون. انت بتاخدي مرتب قد اللي بياخده اي زميل ليكي اتخرج معاكي في نفس السنه 10 مرات. وبعدين سيد الحضانه اللي انت بتتكلمي عليه ده بيكلف المستشفى مبلغ فلكي ما تحلميش بيه، وعشان المستشفى دي تفضل كبيره وتفضلي حضرتك تاخدي المرتب الكبير اللي انت بتاخديه، يبقى لازم اللي يجي عندنا هنا يبقى قد دخول المستشفى. دي لغه حوار انا مش هقدر استحملها. يا دكتوره الموضوع مش مستاهل، وبعدين الحل بسيط، احنا نشوف حاله الطفل وصلت لايه، ولو فعلا محتاج رعايه ننقله بعربيه اسعاف لاي مستشفى تاني يكون ارخص شويه. ما اظنش ان دكتور عمر النواوي لو عرف هيبقى مبسوط. دكتور عمر النواوي ودخله ايه في الموضوع ده؟ هو مش شريك هنا؟ انا بقى هقوله ونشوف. الإدارة مسؤوليتها أنا يا دكتورة، والدكتور عمر النواوي بتاعك ده يا دوب شريك، وشريك بنسبة قد كده. بس النسبة اللي قد كده دي يا دكتور عاون إن شاء الله. عاون يا عاون يا النسبة اللي قد كده دي تسمح لي إني أرجع الطفل الحضانة تاني، صح ولا أنت ليك رأي تاني ولا إيه؟ ماليش رأي تاني يا عمر. خير يا دكتور؟ طمني ارجوك. متقلقش خالص، حاجه بتحصل كتير جدا جدا جدا، وما تشغلش بالك، تقدر تيجي في اي وقت وهيفضل هنا مش هيخرج الا لما يبقى كويس قوي وزي الفل. انا مش عارف اقول لك يا دكتور، كتر الف خيرك. وعلى فكره والله انا قلت لهم انا مستعد دمدي على شيكات كمبيالات، بس ما يخرجوش ابني وهو تعبان كده. ارجوك يا دكتور والنبي. شيكات ايه؟ ولا شيكات ولا دوله. انت تتفضل دلوقتي تروح وتيجي كل يوم تطمن عليه لغايه لما يخرج. معقولة؟ كتر ألف خيرك يا دكتور، كتر ألف خيرك، ربنا يكتر من أمثالك يا رب. مش عارف أقول لك إيه، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. من هنا معلش يا دكتور. ولا يهمك ولا يهمك. ربنا يبارك لك، ربنا يكتر من أمثالك. كنت متأكدة إن ده هيبقى موقفك. كويس، أنا لسه فيا حاجة أنت متأكدة فيها. انت كنت غصان فين امبارح؟ دي اختك كانت هتتجنن عليك. قولي لي يا صفوة، انا فرحي كان يوم ايه؟ فرحك؟ اعتقد كان يوم خميس. ايوه صح، ترددت ليه؟ هو الخميس فعلا. الجمعة بقى، الجمعة اللي بعديها ايه؟ مش فاهمة قصدك ايه. انا قلت من الاول محدش فاهم اي حاجة. وحشتني يا خالد يا ابني، وحشتني اوي. انا كمان ما وحشتكش. طيب هكلمك يمكن ترد عليا المرة دي. ها لو انا وحشتك رد عليا. يلا رد عليا بقى، مش انت وحشتيني يا ابني. ما بيردش عليا، يمكن مشغول،
ولا نايم ولا يا عمو ولا يا عمو نوم نوم نوم. انت ايه ما بتزهقش؟ ده احنا بقينا العصر. حاسه اعمل ايه؟ ما هو الزهق دواه النوم. بقولك ايه، انا جيت المدرسه ما لقيتش اي حد في البيت، وهنادي عامله الغدا زي ما تينا قالت لها بالظبط، فقلت بقى نيجي نتغدى انا وانت سوا. يا ترى تسجلها كام في كندا دلوقتي؟ ولا ايش عرفني يا عمو. هو خالد لسه برضو ما بيردش؟ بطلبه بالنهار ما بيردش، بالليل ما بيردش. ظهر النمره غلط، ولا ظهر مسح نمرتي من عنده. شكلك انت اصلا نمرتك فيها حاجه غلط. يعني ايه؟ ما يكونش مسح النمره للدرجه دي؟ هنت عليه؟ لا يا حبيبي، ما هو لو كان مسح النمره كان هيرد عليك، لانه ساعتها مش هيبقى عارف ان انت اللي بتتصل. فتح مخك معايا كده. ايوه عندك حق. انا جهزت لك اللي امرتني بيها ست الكل. يوه اخلص وخلصنا عشان تلحق تروح للدكتور. يلا يا صلاح. طب مش محتاجه اي حاجه يا ست الكل؟ لا متشكرين قوي، انجز وخلصنا احسن. هما ساعتين وبعدي عليا. اوكي. ايه ده مدام اكتفينا؟ اهلا يا منى. اهلا مدام منى. حسن عرفك باشطر مديرة سنتر في البلد، مدام تينا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. ده حسن جوزي، ودول توأم القرود اللي مجننيننا. سلموا على طنطي يا ولاد. اهلا يا حبيبتي. اهلا. بسم الله ما شاء الله. اهلا يا حبيبي، ربنا يخليهم لك يا منى. ميرسي يا حبيبتي. طيب اسيبكم، فرصه سعيده. انا اسف. ها قولي لي عامله ايه بقى، اخبارك ايه؟ ربنا يكون في عونك يا ست هانم. اتفضلي يا منى، كل البنات في انتظارك. بس وحياتك ما تاخرنيش لحسن، الراجل متدبس في العيال وهيخنقني. اه طبعا طبعا، اتفضلي. مالك يا تينا في ايه؟ لا لا مفيش حاجه، اخبار الشغل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام. انا شفتك من الشباك واقفه مع طريقك ومعاكم مدام منى. انا قلت ايه الالغاز دي؟ ولا الغاز ولا حاجه، منى دي تبقى مراته. واو، انت ما كنتش تعرفي؟ لا ما كنتش اعرف. وعندها منه توأم زي القمر، ربنا يخليه له. ست مدونة، جمهورك بيستعجلك بره. ما تخلصي يا غندورة، فاكرة نفسك في الكوافير. حالا يا روح الروح. بسرعة استنيكي بره انا. ها تعويش عينيا. مش حاسس انا عليا دي. بقول لك ايه، يلا معايا. يلا يا اخي. يلا يا اخي. استنى البس النضاره. يلا يلا ماشي يا سنيوره. كده كده اهو. بس يا ابن الايه يا غازي، بتقع انت بشويه اماكن حنينه كده. لعيب لعيب يا دكتور. مفيش اكتر من الحنيه، بس انت الظاهر التوبه نسيتك. اختبار اختبار. الحمد لله. بص 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 بص. ايه؟ مش الشعر السايح ده انت اصحابك؟ سايح؟ تعاوني. اه سايح ده هو. يا ابن الايه؟ ده شكله ظابط مزه وعايش. وقاعد في الضيق وايه؟ تيجي ندخل عليه. ندخل عليه؟ اه. مش عايزين مشاكل بقى، خلينا في حالنا. بلا مشاكل بلا بتاع، تعالى بس معاك مشط. ده هتسرح له كمان. بالراحه بالراحه يلا. لا وبيضحك وشاب يعني شاب. الدكتور عاوني يا جميل يا حلو. اهلا اهلا اهلا